يا مرحبا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من برنامج أسواق شعبية. لازلنا مستمرين معاكم عشان نتعرف بشكل أكبر على الأسواق الموجودة في المدن على مستوى اليمن. نحن الآن طبعا في مدينة عدن الجميلة وفي سوق البز. هذا السوق اللي له تاريخ كبير جدا في الحركة الاقتصادية آنذاك، والكل يعرف ويعلم أن عدن كانت هي محطة للكثير من الأوساط التجارية على المستوى العربي والمستوى العالمي. سنتعرف بشكل أكبر عن هذا السوق وأيضا الحركة التجارية والاقتصادية تاريخيا وفي هذا الوقت الحالي. فدائما وأبدا نقول لكم يا مرحبا وسهلا فيكم في أسواق شعبية. السلام عليكم. وعليكم السلام. تعرف على اسمك يا والد؟ عمر علي. يا حي وسهلا بعم عمر. من فين يا عم عمر؟ من عدن. وين من عدن؟ فين؟ من عدن بيت داعي جروش. ما شاء الله تبارك الله، يا مرحبا وسهلا فيك في برنامج اسواق شعبيه. ايش الطاقيه الحلوه دي؟ هذه كوبايه من كوبايه قديمة خشوبة من عند نبشنا التجار والحبار من كبار واهل الدين. البشوه هذه فقط، ما بشوش على الموضه دي. من متى تلبسها ما شاء الله؟ ما قديم قدام. من زمان؟ من شبابي. من جبارية؟ من جبارية. ما تشوف انها قريبة ايضا للعمانية؟ لا لا، ثاني العمانية. ايش الاختلاف اللي بينها وبين ذيك؟ قديمة هذه، قديم. ايش الاختلاف اللي بينها وبين هذيك؟ بين عمان هذه، عمان ثاني جديد وهذه قديم، برص قديم اول، حق اول. الان غالي، تلاقي الكلام انا ب 10,000، انا ما بتلقاش ب 30,000 حتى. الآن لا زلت متمسك فيها؟ ما زلت متمسك فيها. طيب عم عمر، بنتكلم نحن وياك على موضوع. كم عمرك انت ما شاء الله تبارك الله؟ الآن انا عمري قريب 70 سنة. ما شاء الله تبارك الله، ربنا يطول في عمرك في طاعته. ايوه، انا خلقت يوم اجت مركز بيت عدن. ما شاء الله تبارك الله. لما اجت عدن انا خلقت في مستشفى الكنين ذيك اليوم، وخسرت الشريط حق فندق ام سدور تواي، وبيتك عن بفندق حق عمي يوم كامل، ونزلت مع رجال الخير والفرقه المزيكيه. وهذه ما قلت ملك الجبل، الان توفيت ملك الجبل. نعم. طيب لو تكلمنا في موضوع اهم اللي هو موضوع الاسواق الشعبيه التاريخيه الموجوده في عدن. انت دقيقه يا عمر، انت في ذلك الوقت الجميل حضرت يعني وربما الكثير من المحطات التاريخيه الجميله التي في عدن، ابرز المحطات التي تخص الحركه التجاريه، وكيف انه كانت لعدن محطه او يعني ايضا يعني انطلاق للوسط التجاري في الدول يعني المجاوره. والله هنا كان عندنا بالشارع هذا وسوق البهراء. نعم. وشارع الطويل هذه محلات تجارية قديمة كانت. كان فيها أول هنا خياطة بينانين، كلهم بينانين. هذا المكان كان المعبد، كله كان مكان محلات بينانين. هذا كان مش موجود. هذا إيش كان بالضبط؟ هذا كان أول متحف حربي، وبعد إنه الشرع المعارف هذا المتحف الحربي وأصبح محلات تجارية جديدة. إيش اسمه المتحف كان؟ كان متحف الحربي لعدن. الاثار حق عدن المتحف الحربي كان. هذا كان، هذا الدكاكين مش موجوده. طيب الحركه التجاريه فين كانت قويه كذا؟ قويه كانت في سوق البوذا، سوق الطويل، وفي الشارع هذا النص. في هذا المكان؟ ايوه النص. النص كان دكاكين قدماء وخياطه ومحلات، كلها كانت
تجار لبنانيين. طيب جنسيات العالم اللي كانوا موجودين في عدن وكانوا تجار على مستوى عالي، ايش من جنسيات؟ كانوا جنسيات في لبنانيين و هنود وحضارين، هذن الثلاثة الحاجات اللي كانوا موجودين. طيب قرأنا شويات نحن في الجانب التاريخي، قالوا انه ايضا في عندكم يهود كانوا موجودين هنا في عدن. ايوه موجودين، كان في يهود موجودين تجار على مستوى، على مستوى وحتى دينان وشارع حسن علي حتى التنباك، كانوا عندنا دينان يولد التنباك، ويهود معهم مطابع، مطبعة العصرية، مطبعة يهودي كانت حق العصرية، البيض والورق والمال كمان اللي معه ما يش معي حتى مطبعة الجمهورية حق الحكومة، جورمنت بريس، جورمنت بريس ما بش معي، كان أيام بريطانا نفس اللي كان معه اليهودي. ما شاء الله. اشتغلت واشتغلت أنا في ذا مطبعة اليهودي. كم سنوات اشتغلت فيها؟ اشتغلت فيها حوالي 5 6 سنين حوالي. اشتغل فين؟ في مطبعة حق اليهودي، دونس يقولوا له ويوسف اخوان نفرين. واشتغلت في اخر المطبعة. طيب اليهود والهنود لما كانوا متواجدين اثناء الحركة التجارية الكبيرة، هل كان في ايضا ايرانيين موجودين؟ لا ايراني ما شاء الله. ايراني لا. ما فيش. بريطانيين؟ بريطانيين موجودين كانوا، ويقول سواح كانوا لعدن، يجوا الشارع هذا وسوق الطويل ويروحوا الشهاريك ويروحوا العجلوش، يدخلوا العجلوش كمان يجولوا يحترموا الولي. العجلوش أحسن من حقنا العرب، يحلوا الجزمات أمام الباب قبل ما يدخل مكان الولي. هنا أصحابنا العرب يسووا لك وشبوا على أولاد ويقول لك بدعة، هذا أصحاب السنة عليهم هو هادي، يتجين إلى ناس من السعوديين يشوفهم بلاش ويقول لك الولي بدعة، الزيارة بدعة. كان هنا من أول سابقا كان زيارة وطلع حفلات، كان يجي الهاشمي زيارة كسروا الهاشمي، هاشم بحر كسروا إنه العجوز كمان منعوا الزيارات، كان تجي مزيكا عشيري آخر مرة، وعاد قمسون الانقلاب 15 يناير الانقلاب مشى كشوة 30 كشوة من عند البنك المركزي، لما العجوز مع فرقتين مزيكية ودخل لا داخل مكان العجل وقعد حتى حب المطلع على قدمه. ما شاء الله تبارك الله، يعني صادفناك وانت عندك خلفية تاريخية في كثير من الجوانب. ما شاء الله ابن عدن صلى على النبي. اللهم صل وسلم. 70 سنة انا عمري خلقت هنا، يوم اجيت المكة وعادي شبه. طيب السؤال هنا يقول يا عم عمر، ما الذي حدث لعدن حتى هاجر هؤلاء التجار الاجانب اللي موجودين كانوا داخل عدن، لا سيما انه كثير من ربما البلدان العربية كانت متأخرة في الجانب الاقتصادي وفي الجانب التجاري، عدن كانت متقدمة. متقدمة كانت، وانا هاجروا بعمل على الاستعمار قانوني يدير حد معايا قمر حد انا بشله معايا، وين بشو جنسياتها بريطاني بابلهم، اللي يشبقوا داخل عدن يقول راحوا الهنود البنانين واليهود وبعض الناس أشخاص مسلمين هاجروا مسلمين وهنود، راحوا الآن كلهم عايشين في لندن الآن هذا، ولندن لما صارت كورونا هبالهم المكان الجبيت أجوبية أكل وشرب، لا داخل بيوت حقهم ودكاتر. هنا لما صار عندنا كورونا ولا أبو عايشين، حتى قالوا ما يمع أبو هانش، قالوا ما يمع أبو هانش، أجل معه الدواء واللي مش معه الوحيد مجنق. ربنا بيحسن الحال بإذن الله. شكراً عم عمر على هذه المعلومات التاريخية، وإن شاء الله بإذن الله نزورك في برامج وثائقية وأفلام وثائقية إن شاء الله. إذا حي على الدنيا ربنا يطول في عمرك يا رب. إذا مت خلاص ربنا يطول في عمرك. تاريخ العجيش كله شوف، وتاريخ الهاشمين كسروا الهاشمين، هاشم بحر كسرنا، كان يسوي 5 أيام دي 3 أيام زيارات من الهاشمين، فالمهم كله دمروا الحاجات الحلوة القديمة، هذا الشارع كان كله بنانين تجار، هذول كانوا مش موجودين العرب، هذا طلعك دحين طلعوا. ربنا بيحسن الحال إن شاء الله، شكرا لك يا عم عمر وفي أمان الله. أمان الله.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف أخبارك يا أمي؟ تمام الحمد لله. أهلا وسهلا فيك في برنامج أسواق شعبية، وحابين نتعرف على اسمك. أهلا وسهلا. الاسم الكريم؟ حنان عبد الملك. أهلا وسهلا بأمي حنان في برنامج أسواق شعبية، ونحن حبينا نزور هذه الأسواق الشعبية ونتعرف على البساطة الجميلة والعفوية والحركة التجارية والاقتصادية وأيضا القوة الشرائية. العنصر النسائي له دور كبير ودور بارز جدا في تنشيط الحركة الاقتصادية والقوة الشرائية الموجودة في جميع الأسواق ربما على مستوى العالم. فما هو دور العنصر النسائي العدني في هذه الأسواق الشعبية، وكيف ربما تساهم أيضا المرأة العدنية في الحركة التجارية بمثلا الأسرة المنتجة وما إلى ذلك من هذه الأمور؟ والله الحركة التجارية الحمد لله، والمرأة هي اللي تتحمل أعباء البيت، وهي اللي تتسوق، وهي كل حاجة فوق رأسها مسكينة، الله يكون في عونه. وغلا بيبني غلا 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 كبير كثير، الناس تعبت، تعبنا وتعبت الناس كلها بشكل عام. طيب لو تكلمنا أيضا من جانب إيجابي، أيضا طبيعي جدا الظروف السياسية والظروف الاقتصادية التي تمر بها البلد تضع هذا الكاهل وتضع هذا العجز وتضع هذه المشكلة والمصيبة الكبيرة على عاتق المواطنين، يعني طبيعي جدا. طيب هنالك أيضا في يعني بعض النماذج الجميلة من النساء اللواتي لعبن دور بارز جدا في تهيئة هذه الأمور، ويعني من خلال هذه النقطة ومن خلال هذه المرحلة انطلقوا بذواتهم لإنشاء مشاريع بسيطة ولو كانت في مثلا في داخل البيوت. فمثلا تستذكرين لي مثلا بعض الأسر المنتجة هكذا؟ والله ما اعرفش، بس انا اللي من خلال اسمع بناتي بالواتس اللي تستعمل المعجنات والذي يعملوا البخور والذي يعني كل واحد سبحان الله زي ما يقول ربنا تحركوا وانا برزقكم. جميل جدا. طيب لو تكلمنا ايضا على جانب مهم، نزلتي انت هذا السوق بتقضين ولا زياره ولا حابه تشوفين الاسعار ولا بس مره مرور الكرام؟ لا مره مرور الكرام بمشي. رايحه لمناسبه معينه؟ لا رايحه لبناتي للبيت. ما شاء الله تبارك الله. طيب تنزلين السوق في اوقات معينه ولا وقت المواسم وقت الحركه؟ لا وقت المواسم بس والحركه، لما يكون في معي طلبات ومعي حاجه انزل. وكيف الاسعار اليومين ذي؟ حدت ولا حرق يعني. فضيعة فضيعة يا ابني، يلا الله كريم، الناس عايشة، يلا الحمد لله، إيش واحد بيسوي؟ ربنا بيحسن الحال بإذن الله. إن شاء الله إن شاء الله. كلنا أمل بالله عز وجل. كلنا أمل فيه إن شاء الله. طيب أمي حنان بلا شك عبر شاشة الغد المشرق حابة أن تقول صوتها لكل بنت، حابة أن تقول صوتها لكل أخت لها، المرأة العدنية أو المرأة الجنوبية أو المرأة اليمنية بشكل عام أو المرأة العربية، يعني تحتاج إلى صوت سند، تحتاج إلى رعاية، تحتاج إلى كلمة، تحتاج أيضا إلى تشجيع في ظل الظروف التي مرت يعني جميع البلدان العربية. ما هي رسالة أمنا حنان عبر برنامج أسواق شعبية؟ والله أقول لهم يعني اتحركوا، شوفوا أموركم، يعني شوفوا إيش أنتم دي حاجة تبدعوا فيه به، وغدوا موهبتكم، غدوا يعني وتطويره. في حاجة حابة أخرى تقولينها؟ لا تسلم والله، بس مرتبكة كده فجأة. الله يسعدك. نحن كلام كده جمعه ولا شيء، بس اللي كده قلدي خرج. ما فيش أي مشكلة، الكلام بعض الأحيان العفوي يصل من القلب إلى القلب بدون أي تنسيق بدون أي ترتيب بدون أي حاجة. إلا ابني إلا تمام، صح كلامك. الله يسعدك، شكرا لك. يلا تسلم. في أمان الله. يلا الله يسلمك، مع السلامة. السلام عليكم. وعليكم السلام. تعرف على اسم الكريم؟ نادي أحمد محمد. أهلا وسهلا فيك في برنامج أسواق شعبية، وحابين نسمع منك عن الأسواق القديمة والجميلة في هذا المكان. كيف يعني؟ من ناحية فين؟ من ناحية إيه يعني؟ الأسواق القديمة الموجودة عندكم في هذا المكان في عدن،
هنالك الكثير من الأسواق القديمة والأسواق التاريخية، يا ريت انك تحدثينا عن هذه الأسواق القديمة والتاريخية. والله الأسواق هذه القديمة والتاريخية أول كانت ثاني وده الحين تختلف. من أي ناحية؟ من جميع النواحي، من الناحية الاقتصادية. كنا أول ناخذ العباية يعني ب3000 ريال، اليوم ناخذ العباية ب20000 ريال. تمام، البرقع هذا صانك الله اللي يلبسوني كنا ناخذه ب2000، اليوم ناخذه ب10000. يعني لو واحد ما فيش معاه يمكن يمشي له بلا عباية بلا أي، احنا ناس مكالف من فين نروح نجيب؟ بعد ما نلاقش من يدعمنا يمكن يعني نبيع بخور على قولتكم ولا نصلح كذا، نحن موظفين مع الدولة ما نحصلش رواتب زي الناس. أنت موظفة في إيش من إدارة؟ أيوه أنا موظفة تبع وزارة الداخلية عسكرية من عام 90، معاشي 60000 ريال. إيش أجيب لصاحب البقالة ولا أجيب لعيالي ولا أروح أشتري لي عباية ولا أروح أشتري لي مصر؟ المصر الآن أصبح ب 15000، يعني نمشي بدون مصر؟ هذا يعني الوضع الاقتصادي. طيب يعني هذا جزء من الظروف السياسية والاقتصادية اللي مرت بها البلد واللي الكل عارفها. لو نظرنا أيضا إلى الجانب التاريخي، يعني مثلا عندكم في هذا السوق، مثلا هذا السوق مثلا عمره 100 عام أو عمره 150 عام، لو تستذكرين لنا عبر الآباء أو عبر الأجداد كانوا يحدثونش على سوق قديم، كانوا مثلا يجون بعض الأجانب موجودين هنا يبيعون يشترون في البضائع القديمة آنذاك. الأجانب يعني كانوا يجوا أيام ما كانت عدن، صدق عدن، يعني كانوا الأجانب يجوا من كل مكان، أما ده الحين ما عادش عدن. إيش من يعني جنسية كانوا يجون من الأجانب إلى عدن يتسوقون وتكون فيها حركة تجارية؟ يعني الأجانب الأمريكان، الألمان، جميع الأجانب كانوا يجوا في عدن ويفرحوا، عدن كانت أحسن بلاد، لكن ده الحين ما نجا عدن هرب، الصدق ما بيش أحسن، ما نجا عدن هرب، ما عاد فيش زي أول أبداً. أول كانت أسواق وكنا ندخل ونخرج نشتري كل حاجة وجميع الحاجات التاريخية، ده الحين ما فيش حاجة. القزمة وده ب20000، يعني في يوم من الأيام يمكن نحنا نمشي بدون صنادل. ماشي شر إن شاء الله، وربنا بيحسن الحال بإذن الله وبيرزق جميع المسلمين. طيب يا خالة، أنت نزلتي الآن السوق يعني تتبضعين ولا بتجيبين حاجة ولا تسألين على الأسعار ولا إيش؟ أنا نزلت مع احترامي لك، نزلت شنطتي مقطعة وأنا عسكرية، شوف قدامك الشنطة مقطعة، ما قدرت اشتري شنطة، الشنطة ب15000، يعني من فين أجيب وأنا راتبي 60000 ريال؟ ربنا بيحسن الحال يا والده، وكلنا يعني فينا أمل بالله عز وجل، قبل كل إنسان وقبل كل مسؤول أملنا بالله عز وجل إن شاء الله. خلاص يلا شكرا لك. طيب أكيد عندك رسالة تحبين تقدمينها للمرأة اليمنية، إيش تقولين لها في ظل هذه الظروف الصعبة، إيش تقولين لها؟ يمكن أني أقدم نصيحة للمرأة اليمنية إنها تتحرك، بس المرأة اليمنية تشتي دعم، ما فيش نحن معانا دعم ولا كلنا نحن بنتحرك في أي مهنة. المرأة اليمنية معدبة، ما تلاقش حتى إبرة تخيط به داخل عدن بالذات. ربنا بيحسن الحال وبيجمل الحال بإذن الله. شكرا لك، حياك الله، في أمان الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تعرف على اسمك؟ محمد نجيب جوكر الفاهيتا. ايش نسيت اسمك؟ لا بس مع الاسم حق حياك الله. جوكر الفاهيتا، ليش سميت هذا الاسم؟ والله ايش المميز؟ ما في شيء مميز. الذوق مش مميز؟ الا الذوق مميز طبيعي، اذا في حاجه مميزه من ناحيه الاسم كذا تصنيفه جوكر. ما شاء الله تبارك الله، بالتوفيق. طبعا نحن مع بعض الان في برنامج اسواق شعبيه على شاشه الغد المشرق، ونسلط الضوء على المحلات التجاريه وايضا البساط والاكشاك اللي فيها مشاريع صغيره واصغر، وندعم هذه الحركه التجاريه والاقتصاديه والقوه الشرائيه الموجوده في الاسواق. احنا جينا لكم الى عدن الجميله عشان نسلط الضوء على هذا الجانب. متى فتحت هذا مشروعك ما شاء الله؟ اول شيء يا هلا وسهلا ونورتوا عدن. الله يحفظك نورك.
ثاني شيء انا حاليا هنا في عدن من شعبان ممكن، بس اشتغل في خليفه بالمنصوره من قبل سنتين والحمد لله، اللهم له الحمد. طيب بعض الاحيان يعني الشخص يفكر انه يفتح مشروع مثلا معين بعد ظروف معينه، ايش اللي خلى محمد نجيب يفتح مشروع تجاري متواضع يسميه جوكر الفاهيتا؟ والله هذا يعني فطره طبعا، انا انسان شغال وعدنا داخل بطن امي. اكيد ما شاء الله تبارك الله، اللهم بارك. الحمد لله اللهم لله الحمد، يعني بدأت من الصفر والحمد لله ما شاء الله. كيف شفت العمل؟ الحمد لله اللهم لله الحمد. طيب في كان عندك تخوفات مثلا من المشروع؟ أنا أستمتع بشغلي، ما في أي خوف، واثق بالله، مجتهد، ملتزم والحمد لله اللهم لله الحمد. طيب بعض الأحيان تجيك يعني ويكون طبيعي جدا وطبيعي وروتيني أنه يكون عندك هنالك ولو نسبة بسيطة جدا من الخوف والفشل في هذا المشروع، وربما تكون قاعدة تجارية موجودة أن الإنسان يتحذر من هذا الجانب. والله الحمد لله من ناحية الخوف، الخوف مش موجود. ما قبل يعني ما قبل الافتتاح؟ لا أي خوف، أنا كنت فاتح مطعم في المنصورة بشارع خليفة باسم المطعم الجوكر، بس بسبب غلاء الإيجارات وزي كذا يعني اضطرت أن أنا أغفله ورجعت فتحت بسطات في الشارع. والحركة كيف يعني ما شاء الله تبارك الله اللهم بارك، في اليوم تبيع 100 حبة روتي 200 حبة روتي؟ والله الحمد لله اللهم له الحمد. يعني ساعة كذا وساعة كذا؟ الحمد لله. أغلب أيام الأسبوع اللي يكون فيها حركة تجارية؟ هنا السبت، يعني السبت ما شاء الله، باقي الايام برضو الحمد لله. الجمعه ميت الدنيا؟ الجمعه ما اداوم هنا، كنت اداوم رجعت وقفت. فين تحول الجمعه؟ ما اشتغل، تريح. البساط الباقي اللي بخليفه في شارع الحب في عند سوق خمسان يشتغلوا. يعني في محلات اخرى معك او بساط اخرى؟ ايوه. تعرف عمال عليها؟ ايوه. ما شاء الله، ربنا يبارك لك ان شاء الله. وربما في هذا المشروع او كثير من المشاريع هنالك بعض العوائق، ايش من عوائق تمر عليك مثلا في خلال هذا المشروع؟ والله غلى الاسعار هذا اول عائق. ثاني عائق برضو البلديه ما بلديه وحاجات زي كذا. بس الامور ماشيه الحمد لله. تتغلبون عليه؟ يعني الامور ماشيه. الحمد لله ربنا يحسن الحال باذن الله. فاهيتا، ايش اللي داخل السندوتش بالضبط؟ عرف المشاهدين، خليهم كذا يعني يتحمسوا للمذاق، اهل عدن كلهم بيجون لهنا ان شاء الله. عباره عن دقائق متبله وبيبار وبصل وحاجه حلوه يعني. ذوق، تاكل مره ترجع كل مره. ما شاء الله، بكم الحبة؟ 800. طيب تخارجك انك تبيعها ب 800؟ والله انا انسان قنوع. والانسان القنوع وسهل وربي يطرح البركة. طيب بعيدا عن التدخل يعني وتطفل في موضوع المشروع التجاري والارباح كذا، السندوتش الواحد كم يكلف عليك؟ 700 ريال مثلا تربح 100 ريال، 50 ريال، 200 ريال؟ والله انا ما احسب، يمكن لو احسب بوقف ما بشتغل. لكن انا اشتغل على البركة والحمد لله. لا سيما انه عندك التزامات اللي هو غاز بسعر معين، زيت، المكونات الموجودة. اكيد اكيد، هذا يعني الكرتون الزيت يكلف 56,000 5 لتر اربع حبات. الغاز نعبي من المحطات من 12 من 13، بس ماشي الحال الحمد لله. ربنا يرزقك ان شاء الله باذن الله. طيب محمد نجيب مستقبلا كواحد من الشباب الطموح اللي عنده ما شاء الله تبارك الله بسطه في هذا الموقع الجميل وبسطات اخرى ايضا في مواقع اخرى، فين حاب انه يوصل مستقبلا في الوسط التجاري؟ لا سيما اننا نحن في اسواق شعبيه. والله انا افكر في بلد غير البلد هذا. اللي هي ايش من بلد؟ ممكن عمان، ممكن مصر، ممكن المانيا. يعني الطموح عالي. جميل، انت عارف طيب انه عمان الان فتحت يعني مجال للاستثمار داخل عمان؟ كلمنا شخص قدام اربع ايام عشان كذا هو فتح لي. ومن ضمنها اللي هو الرزق. اكيد ربنا يفتح لك ان شاء الله. اللي امه تدعي له افضل من اللي امه بتعطي له. نعم نعم، يعني هذه حاجه حلوه وربنا بيفتح لك ان شاء الله. ونروح عمان نحن والطاقم باذن الله نصور برنامج معين، نشوف محمد نجيب صاحب اكبر سلسله مطاعم، ليش لا؟ مش بعيد على الله، مش بعيد على الله ان شاء الله. طيب رساله تحب توجهها عبر برنامج اسواق شعبيه لفئه الشباب، لكل من يهمه الامر، الكاميرا والمايك لك يا محمد. والله انا انصح اي حد يبغى يشتغل انه اول شيء يصفي قلبه، يشتغل يعني بدون حسد، بدون حسد، بدون يعني منافسه، بدون يعني افتح واشتغل وربك بيوفر. نعم، امشي التزم يعني وحاول تجتهد، ما فيش حاجه تجيب السهل. هذه اول رساله. ثاني رساله توكل على الله وبس. دوق، في ناس تخاف، في ناس يعني، بس في ناس مش متعودين على الشغل، لانه صعب انك يعني مثلا لما انسان كبير تجي تبغى تعلمه صعب انه يتعلم، يعني ما يكون سهل، لكن لما يكون واحد من صغره خلاص تمسك معه على طول. ايوه، ربنا يوفقك محمد. اللهم امين يا رب. شكرا لك، اخذنا من وقتك يعني حبيبي يا غالي. في امان الله. مع الله.
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك يا وحش. الحمد لله تمام. الله كيف اخبارك؟ والله تمام الحمد لله. الله يديم العافية. نتعرف على اسمك؟ باسم قاسم. اهلا وسهلا باسم قاسم في برنامج اسواق شعبية. طبعا حبينا نزورك في هذه البسطة المتواضعة، وباين طبعا ما شاء الله تبارك الله انك تبيع عبايات وبراقع وكذا، صح؟ الحمد لله. كيف الحركة معك اليوم هذه؟ والله الحركة ضعيفة هذه الايام. ليش ضعيفة؟ ما فيش موسم يعني. نشوف السوق هذا كله ما شاء الله تبارك الله مليان بالنساء وكذا. ايوه اكيد. بس دي الايام ما فيش موسم، بايام المواسم الحمد لله نشتغل. اللي هو رمضان وشوال والزواجات. اكيد ايوه. طيب يعني فرضا انت لك كم انت شغال في هذا المجال؟ والله حوالي احنا نشتغل هنا لنا يمكن سنتين كذا ثلاث سنين. وعجبك الشغل؟ الحمد لله تمام. تبعك الشغل ولا شغال عند حد؟ لا والله شغال عند حد. ما شاء الله تبارك الله، ربنا يبارك لك ان شاء الله، وان شاء الله باذن الله مستقبلا تفتح لك مشروع خاص بك. ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. طيب مثلا لو تكلمنا على الشغل هذا التجاري، كيف هو مربح تشوفه ولا الحريم يفحصونك في البيع والشراء والعبايه تقول لها ب 30 ب 20 تقول لك ب 5000، كيف الشغل معك؟ لا والله من ناحيه الحريم يعني يتكلمون بسعر يفحصوك يعني شويه، ما حد يصدق كلامك انه انت تشيل اصلا غالي. تمام لك انت تشيل بضاعه غالي تجي تقول لهم سعر مناسب يعني انت تستفيد مثلا بعدين 2000 1005. تمام لك هذه هي الفائده اللي تطلع بعد العبايه. يفحصونك معنا فيها؟ اكيد. انت ايش تسوي لما يفحصونك في ال نصبر عليهم نبايعهم. طيب انتم تشترون هذه جاهزة ولا تخيطونها مثلا في معامل معينة؟ لا في معامل يسووها ويجيبوها لعندنا احنا نبيع. طيب باسم انت من ايش من منطقة في عدن؟ انا من البادري. من وين؟ من كريتر البادري. من كريتر ما شاء الله تبارك الله. طيب زرت يعني مثلا محافظة اخرى، مثلا صنعاء، حضرموت، محافظات المجاورة، زرتها وتعرفت على حركة تجارية والاقتصادية هناك، وفكر باسم في يوم من الايام انه يسوي له بسطه خاصه به، يسوي له محل تجاري صغير يعني حاجه بسيطه عشان قدر الامكان يعني ينمو ان شاء الله مع المستقبل، بس من ناحيه ان انا رحت مكان خارج عدن لا. تفكر تروح؟ والله اذا حصلنا فرصه بنروح. يلا ان شاء الله تكون الفرصه، وبنقول لك يعني اهلا وسهلا فيك في حضرموت، بنطرحك فوق الراس والعين ان شاء الله. الله يحفظكم، الله يستر عليكم اصحاب حضرموت، والله ما قصرتوا حياكم. الله يسعدك، في امان الله. الله يستر عليك. في امان الله. في امان الله، شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تعرف على اسمك يا والد؟ عبد الناصر أحمد أحمد صالح. أهلا وسهلا بعم عبد الناصر في برنامج أسواق شعبية. طبعا الآن نحن جينا هذا السوق الشعبي الموجود في عدن، وحابين نتعرف على هذا السوق، وحابين نتعرف أيضا على الأسواق القديمة والتاريخية واللي كان لها تاريخ في هذاك الزمن الجميل. نعم والله أول نشكركم ونشكر برنامجكم هذا المتواضع وأسواق شعبية، ونعطيكم معلومة بالنسبة للشارع هذا. الشارع هذا اسمه سوق البز، ويعني الناس عايشين داخل عدن يعرفون انها يعني كانت مجموعه محلات كانت تبيع بز. شوف كيف في محلات استحدثوها حاليا الان اللي هي مجاوره للمتحف العسكري استحدثوها. هذه ما لها اساس من الصحه يعني. هو كانت عده محلات، وبنفس الوقت كان هذا ممر للسيول اللي تنزل من الصهاريج على البحر. على هذا المكان تعبر كله. على المكان هذا وعلى الممر اللي بالشارع الخلفي يعني. انما المحلات هذه يعني الشارع هذا اسمه سوق البز. يعني وشارع قديم جدا، يعني الشارع اللي كان مشهور هذا الشارع وشارع سوق الطويل. انت من ابناء هذا الشارع، من ابناء هذا السوق او منطقه ثانيه؟ نعم انا من ابناء الشارع هذا والسوق هذا يعني. طيب لو تقول لي مثلا كيف كانت الحركه التجاريه تبع سوق البز، كيف كانت الحركة التجارية والكثافة السكانية الموجودة في هذا السوق؟ ك-
كانت الحركات التجارية ممتازة جدا، لأنه كان يتميز الشارع هذا لأنه كان المنتجات في الزمان الماضي كانت المنتجات كلها محلية، ما في استيراد، كانت الناس تشجع الصناعات المحلية، ويعني وطلبات العوائل كانت توجد في الشارع هذا، يعني الشارع هذا أو الشارع في الشيخ عثمان، يعني هذا اللي يعني ما تخصه العوائل في الأسواق الشعبية. بالنسبة للأسواق الرجالية كانت تختلف في أسواق ثانية، اللي في الخلف السوق الطويل هذا كان يتميز للرجال، وأسواق برضه شعبية في الخلف في الزعفران اللي كانت للعوائل، وكانت في كانت مؤسسات تبع الدولة كانت تغذي الأماكن هذه لشراء يعني حوائجهم ولأولادهم والبناتهم من الصناعة المحلية. جميل. طيب في أيضا سوق من الأسواق يسمى سوق البهرة، ما هو هذا السوق؟ حابين نتعرف إيش التفاصيل الجميلة، إيش كانوا يبيعون، كيف كانت الحركة فيه؟ سوق البهرة موجود في الخلف، كانوا تجار كبار يعني من زمان، كانوا يعني يوصفون بالموردين البضائع إلى داخل عدن، يعني وميزة البضائع اللي كانوا يشتغلوا فيها الأشياء الثقيلة، يعني أكثر شيء الحديد، زي يعني منتجات الصناعة والزراعة والأشياء هذه، يعني فسمى الشارع يعني باسم البهرة، يعني لأنهم كانوا مشهورين جدا في الشارع هذا، يعني تقريبا 60% أو 70% من التجار البهرة اللي كانوا يمتلكون الشارع هذا كمكاتب جملة. طيب عندي معلومة أنا بخلفية يعني تسمية هذا السوق بسوق البهرة، بس حاب أتأكد منها بشكل أكبر أنا والمشاهدين مع بعض، لماذا سمي هذا السوق بسوق البهرة؟ يعني كلمة البهرة هي يعني معناته تعني في لغتهم يعني التجار، يعني اللفظ لغة من يعني في إيش من دولة؟ لغة البهرة باكستان والهند بدول يعني بمحيطها، اللغة هذه تقريبا الأردو، يعني تميز اللغة هذه يعني اللفظ هذا يعني تاجر الكبير، يعني التاجر الكبير يقول له بهرة. طيب أنا سمعت في الجانب الآخر أنه كلمة البهرة هذه أو البهرة هي طائفة من الطوائف ربما الشيعية آنذاك، يعني بس كانت يعني تتفق مع الشيعة في بعض الأشياء، فهي طائفة تسمى طائفة البهرة. ما كانت عندنا تسميات، يعني الناس كانت عايشة كلها سواء، ما فيش تمييز بين الناس هذا بهرة وهذا شيعي وهذا سني وهذا، لا ما فيش. الآن هذه ظهرت جديدة. طيب لو تخبرنا أيضا على التنوع اللي موجود والخليط الكبير اللي موجود في الجانب التجاري من ذوي الجنسيات العالمية، على مستوى العالم هنالك جنسيات، وعدن كانت تعتبر يعني محطة تجارية لكثير من البلدان العربية والأجنبية، يعني عدن مفتوحة من زمان لأي تاجر كان يدخل تحت بنود شروط، ها مش زي الآن يعني كله منهب ودب، يعني أكثر شيء الأشياء تجي مثلا مهربة لا نعرف من فين مصادرها، عرفت كيف؟ لكن أول كانت تجي ناس تحت بنود شروط، يعني وبتدخل عدن مفتوحة للجميع، كان ما فيش يعني تسميات هذا كذا وهذا كذا وهذا كذا، لا ما فيش، يعني الناس كانت يعني ما حد يسألك أنت من فين، ما حد يسألك أنت من فين، يعني البهرة عاشوا عند من زمان بريطانيا، يعني ما حتى ما كنا نعرف ان يعني انهم مثلا انهم لا شيعة ولا انهم، يعني ما كانت في عنصرية، يعني ما فيش عنصرية، العنصرية احنا عرفناها من قريب من الان، من زمان ما حد كان يعرف الكلام. أوكي طيب عبد الناصر رسالة واصلة، بس فين كنت ساكن بالضبط او لازلت ساكن فين بالضبط في هذا الشارع اللي هو سوق البز؟ انا ساكن في السيلة، هنا في شارع سوق البز الخلفي في السيلة، في منطقة السيلة. طيب رسالة تحب مثلا تقدمها لأصحاب المحال التجارية، لأصحاب البساطة التجارية من برنامج أسواق شعبية، بلا شك بتكون ربما عندك يعني رسالة معينة تحب توصلها عبر هذا البرنامج. أوصلها أنه مثلا يعني نظرا لتنظيم التجارة، نحن نشوف أنه يعني أصبحت التجارة يعني غير صحيحة، يعني البسطات يعني مفرشين في الشوارع، ضايقوا الناس، ضايقوا الشوارع، ضايقوا، يعني ما فيش تجارة منظمة، هذا اللي من نسبة الله بإذن الله توصل الرسالة إلى من يهمه الأمر. عم عبد الناصر شكرا لك، أخذنا من وقتك الكثير، لكن على الأقل نحن وصلنا صورة طيبة عن الأسواق الشعبية والتاريخية الموجودة في عدن. شكرا لك. شكرا لكم وتواضعكم.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تعرف على اسمك؟ محمد ياسين. أهلا وسهلا محمد ياسين في برنامج أسواق شعبية. معلش كذا يعني دخلنا عليكم وانت تشتغل يعني. عيوني تفضل. الله يسعدك، حابين نتعرف على عملك هذا، طبعا هو باين انه خياطة وتفصيل وكذا. متى بدأت في هذا الجانب؟ لي يمكن 15 أو 17 سنة. وانت في نفس هذا الموقع؟ أكيد. أول كنت فوق عند المصيادي. وين المصيادي هذا؟ فوق صاحب الرياضة. وبعدين وقعت زحمة في الشارع ورجعنا نزلنا هنا لأن المبنى مهجور ما فيش حد فيه. موقع مناسب هذا. ايوه الحمد لله. كيف الحركه معك؟ والله نسبيا امشي مصاريف القهوه تطلع. اللهم لك الحمد. الحمد لله. طيب من اللي علمك؟ تدربت فين؟ فين تعلمت؟ من اللي علمك؟ امي. الام مدرسه. ايوه يمكن عدتها. عدتها شعبا طيبا. طيب العرب. ما زالت تعيش. اكيد. ايش تقول لها عبر برنامج اسواق؟ يستر عليك ويحفظك دنيا واخره. اللهم امين ان شاء الله. وكيف انه الأم مهما كانت كبيرة مهما كانت تعتبر عظيمة. أيوة. والفضل يعود لها بعد الله عز وجل في تنشئة الابن يعني. ونعمة بالله والله. طيب يعني مثلا تفصل أثواب ولا عبارة عن تخصير بس لبعض الملابس؟ لا أفصل أثواب، أفصل فساتين، أشتغل علامة حق القنوب وأشتغل كله الحمد لله. يعني ما شاء الله كل شيء شغال. أيوة بإذن الله. طيب عندك زباين مثلا معينين ربيتهم من مليان. او من زمان بحكم انه لك 17 سنه؟ ايوه مليان. امثال من لو 17 سنه شخص او زبون لا زال معك اسمه من مثلا؟ بيت عائلات مثلا؟ عائلة بيت علوان، بيت برباع، وفي فيلا معلا، بيت الحاج علي، مليان ما شاء الله. يعني ما شاء الله مستمرين معك. ايوه. طيب كيف الشغل خارج بأمان؟ الحمد لله. ولا الجلسة يا أخي بتجلس بتقول لي من أعطينا مصروف؟ الله أعطينا الحمد لله. اللهم طيب لو جبت لك الله. لو جبت لك أنا الآن شميز وقلت لك بس بغيتك تخسر لي، تعدل لي، جهز لي، كم يكون مثلا السعر؟ 500 ريال العرض. العرض 500. أيوه. الطول والعرض؟ الطول والعرض 1000. أكمام؟ أكمام 1005. وأنت طالع؟ كامل. ما شاء الله. يستر عليك حفظك. آمين. طيب نحن مع بعض في برنامج أسواق شعبية، حابين نسمع منك أنت كصاحب مهنة، حابين نسمع منك أنت صاحب بسطة، صاحب محل تجاري، نسمع منهم عن همومهم، إيش اللي يواجهون، إيش العراقيل اللي تواجههم، فين حابين مستقبلا يوصلون؟ والله هي كلمة واحدة ما بقول لك شيء، لأنه الأعمال عندنا البطالة كثرت. كثرة البطالة والله، وجود فرص العمل، شباب في الشوارع مقدرين في كل مكان. أنا واحد شباب، أنا خريج طيران حربي. طيران حربي؟ أيوة. دفعت علي عبد الله صالح. والحمد لله ندانا على الماكينة، ما أقول شي حد يعطينا. أهم شي لقمة حلال. ما هو ذا، لكن شوف الشباب اليوم مقدرين في الشوارع، لا عمل لا شغل لا بطالة، قروا بعدهم البلدية يأدوهم في كل مكان، يقول لك لا من الشمس، وقدوا لهم سواق وقدوا للشباب فرص عمل. البلد بتحسن اوضاع، لكن اوضاع ما فيش لا كهرباء غلاء لا رواتب لا شيء، وقالوا ايش يعيشوا في البلد ما يصلحش. يعني كل ما وجدت فرص العمل كل ما تحسنت ظروف الشباب، مش الا انا هذا واحد ده الثاني ده الثالث ده عطل العمل، هذا يجري في الشارع هذا يجري في الشارع. فرص العمل كل ما تواجدت كل ما تحسنت اوضاع البلد بتحسن كامل. لكن اوضاع البلد في هم ونحن في هم والشباب في هم ثاني، ما بتحصلش لا نتيجه ولا فرص. ايش بنقول؟ يا رب يا رب، وهي اللي بتنفع احنا في كل حاجه ان شاء الله. يا رب يحسن الحال باذن الله. شكرا لك يا غالي. شكرا لك. اذا اعزائي المشاهدين امين يسر عليك ايضا ان شاء الله باذن الله. كلامك جميل ويعني هي رساله امل وتفاؤل باذن الله لجميع الشباب ان احنا لازلنا مستمرين، لازلنا مكافحين في هذه الاسواق الشعبيه، بنستمر وبناكل وبنقول نحن عايشين 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 رغم الانوف. ايوه رغم الانوف مصدق والله عايشين عايشين. طيب قول للمشاهدين في امان الله. في امان الله ان شاء الله. في امان الله.